أهلا بكم مشاهدينا الكرام وصح فطوركم، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة. نتوقف فيها عند اعتقال كريم طابو قبل قليل قبل الإفطار، مما يثير مرة أخرى التساؤلات عن واقع الحقوق والحريات في مقابل جوجيل رئيس مجلس الأمة يقول أن التبون يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والعيش الكريم للمواطن. نتوقف كذلك عند صحيفة الجارديان البريطانية التي تتساءل لماذا يخاطر مسنون جزائريون في قوارب الموت للحرقة مع الشباب. إذن تم اعتقال كريم طابو سياسي مرة أخرى في الجزائر في مسكنه قبيل الإفطار، مرة أخرى يثير هذا التساؤلات عن واقع الحقوق والحريات في مقابل مزاعم صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة الذي استقبل عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال بيان للمجلس إن اللقاء سمح بتدارس سبل التنسيق بين مجلس الأمة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال التشريع المتعلق بحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وفقا لما جاء في الدستور وترقية العمل من أجل تعميم ونشر ثقافة حقوق الإنسان. وبحسب البيان نوه صالح جوجيل بالأهمية القصوى التي يوليها تبون لحماية حقوق الإنسان والحرية الفردية والجماعية وكذا حق المواطن في العيش الكريم في الجزائر الجديدة. يأتي كلام جوجيل بعد أيام من فاجعة وفاة حكيم دبازي أحد معتقلي الحراك بسجن القليعة، مخلفا وراءه عائلة مكلومة أرملة وثلاثة أولاد. فاجعة ما زالت تثير الحزن والغضب والتساؤلات وسط تواصل الصمت الرسمي حول هذه الفاجعة ووسط استمرار حبس نحو 300 من معتقلي الرأي بينهم 7 نساء. وقد نظمت اليوم أمام مقر السفارة الجزائرية في باريس وقفة تضامنية مع الراحل حكيم دبازي ومعتقلي الرأي. وفي مثل ما أشرت في عنوان آخر في هذا الفصل، الفصل القاتم لواقع الحقوق والحريات، تم اعتقال كريم طابو اليوم قبل قليل في مقر سكناه قبيل الإفطار. معنا عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ زكريا بلحرش المحامي والناشط الحقوقي عضو هيئة الدفاع المعتقلي الرأي والحراك. أستاذ زكريا بلحرش، جوجيل الذي يتحدث عن تبون الذي يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والعيش الكريم للمواطن، الواقع في المقابل يقول تم اعتقال كريم طابو قبل قليل قبيل الإفطار. مساء الخير عليكم، صح فطوركم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة المغربية. إذا شوف، نظام استحقاقات دولية مثلا بالنسبة للجزائر فإنها سوف يعرض تقريرها بناء على استعراض إجراء الاستعراض الدوري الشامل، هو إجراء أممي فعال، وكي يلحق هذا النوع من الاستحقاقات الدولية يولي النظام يولي أهمية لحقوق الإنسان. لكن الأهمية التي يولي لها النظام هي شكلية، تصبح وسائل الإعلام كلها تتكلم على حقوق الإنسان، تصبح تتكلم على الدستور، تصبح تتكلم على النظام وما حققه في مجال حقوق الإنسان، لكن كي تروح تشوف الواقع كما قلت الاعتقالات متواصلة، معتقلي الرأي الذين مازالهم متواجدين في السجون، وفاة معتقل رأي، ومقابل ذلك السلطة لم تتحرك، لم تولي أي أهمية لحياة جزائري توفى في السجن. بالتالي كي تلحق هذه الأمور، هذه الآليات الدولية يرجع النظام يحاول أن يعطي الصورة البيضاء لنفسه، يحاول يبرر بأن الجزائر تعيش
بدون أي انتهاكات، أن المواطنين لا يتعرضوا لأي تجاوزات، وكما قالوها في السابق بأنما هم يعني الأشخاص المتواجدين في السجن لا علاقة لهم بحقوق الإنسان ولا حرية الرأي. النظام عودنا في كل مرة من الناحية الشكلية يعني من ناحية الواجهة دائما يعتبر نفسه بأنه حامي حقوق الإنسان في الجزائر، مقابل ذلك والحمد لله لكون فيه مجتمع مدني يصرح بكل هذه الانتهاكات وكل هذه التجاوزات الواقعة. وفعلا هذا الذي يبرز دور المجتمع المدني حاليا، يعني لازم كل من نظام يحاول يبرر ويعطي أحسن صورة من ناحية حقوق الإنسان، لازم يجي المجتمع المدني ويوري الصورة الحقيقية عن هذه الانتهاكات وعن هذه التجاوزات. نشوفه كذلك من ناحية الموضوعية ومن ناحية الواقعية أن رئيس مجلس حقوق الإنسان رغم التجاوزات اللي صارت منذ جوان 2019، الاعتقالات، الانتهاكات، التهديدات، التعذيب الذي جرى في الجزائر، كل هذا ما تحركش رئيس مجلس حقوق الإنسان. هي لحقت أن الجزائر راح تجوز على إجراء الاستعراض الدولي الشامل اللي المفروض هو مبرمج في نوفمبر 2022 في مجلس حقوق الإنسان، أصبحوا الآن يتكلمون على مجلس حقوق الإنسان على أن الحقوق يعني متوفرة وعلى أن الدستور هو حامي هذه الحقوق. نضيف إلى ذلك أن من الناحية القضائية فالقضاة هم مجبرين على القضاء بناء على المعاهدات الدولية اللي سبقت عليها الجزائر. منذ بداية الانتهاكات لم نشهد أي محكمة أو مجلس قضائي ذكر في الأحكام تاعو هذه المعاهدات الدولية اللي من ضمنها العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير، يضمن حرية التنقل، الذي يضمن الحق في الاجتماع، الحق في إنشاء الأحزاب، في إنشاء الجمعيات. رغم ذلك وفي الواقع جمعيات تم حلهم، أحزاب تم تهديدهم بحل الأحزاب السياسية تاعهم، منع الاجتماعات، منع التظاهرات. طيب. وبالإضافة إلى قمع كل رأي حر معارض للنظام وتتبعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الذي بقي الحيز الوحيد للمواطنين من أجل التعبير عن آرائهم. أنا نقول بلي هذه ماشي النظرة الأولى، هذه هي وسائل النظام التي يستند عليها لتبرير بأنه يحمي حقوق الإنسان وأنه يحترم حقوق الإنسان، لكن أدنى شيء هو احترام المعاهدات الدولية. وهذا ما أشار إليه كريم طابو بالمناسبة على ذكر الأمم المتحدة عندما راسل الأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر. طبعا، وسمعنا اليوم كذلك اعتقال كريم طابو. هذا وش يبين بأن رغم بعض الأوامر التي تصدر بإطلاق سراح بعض المعتقلين وإجراءات الرحمة التي ليس له وجود في الدستور، مقابل ذلك سياسة الكل أمني هي متواصلة، الاعتقالات متواصلة، وهمهم الوحيد أن الحراك يعني ما يرجعش للشارع، وأن كل وطمع كل رأي معارض لسياستهم الحالية التي أثبتت بعد أيام وسنوات وشهور أنها سياسة فاشلة. طيب، يبقى معنا أستاذ زكريا بلحرش مصطفى عطوي رئيس جمعية مكافحة الفساد غير المعتمدة من قبل السلطات، الناشط الحقوقي، الناشط في الحراك، انضم إلينا عبر خدمة سكايب. مصطفى عطوي، في مقابل الحديث جوجيل عن رعاية بن القسوة وأهمية القسوة التي يبديها تبون لحقوق الإنسان في الجزائر، يتم اعتقال المفروض رئيس حزب، كذلك رفض الترخيص له، ويبدو هناك من ربط أن اعتقاله قبيل الإفطار في أواخر رمضان مرتبط بسبب زيارته لعائلة حكيم دبازي الذي توفي في السجن. أولا أخي جمال، السلام عليكم. السلام على الشعب الجزائري وعلى ضيوفك الكرام. نقدم عبر قناة المغاربية لعائلة الفقيه دبازي يعني كل تعازي،
وندعو الله من سبحانه وتعالى أن يفك أسر كل المعتقلين. كذلك العيد على الأبواب، نقدم كل التهاني إلى الشعب الجزائري وأعاده الله علينا باليمن والبركة. أخي جمال، ما يقوله أولا بالنسبة لي كل تعريف يعني مفهوم حقوق الإنسان بالنسبة لنا وبالنسبة للسلطة ورجال السلطة ماشي كيف كيف، هو عنده مفهوم خاص بالنسبة لي. إحنا نقول كحقوقيين أن حقوق الإنسان توجد دائما خارج السلطة. ما يقول ما قاله سيد جوجيل هو في هذا يدخل في طبيعة عمله، هو ما يقدرش يعني يشهد شاهد من أهلها يقول أن النظام يعني ينتهك حقوق الإنسان. إحنا نشوفوا يعني يوميا أن وخاصة النشاط السياسي منعدم في الجزائر، حتى الأحزاب الموالاة لا تستطيع أن تنشط بحرية تامة. نشاهد كذلك ونلاحظ تراجع يعني الحريات الفردية والجماعية. عاد الإنسان لا يستطيع أن يقوم بنشاط مهما كان إلا إذا كان رضات عليه السلطة ويقدم طلب وكلش. إحنا رجعنا إلى الدائرة الأولى، رجعنا إلى ما قبل عهد بوتفليقة، إلى الحزب الواحد. حتى في أيام الحزب الواحد كانت الإنسان كان فيه على الأقل الصحافة عندها نوع من الحرية وتكتب. اليوم حتى الصحافة ما تكتب في أي مواضيع وتخاف يعني يقطعوا لهم الإشهار. ونظن أن في المستقبل القريب حتى الصحافة بعض الجرائد سوف تغيب عن السوق بسبب يعني المضايقات والإشهار اللي يعطى إلى الموالين للسلطة. وبالتالي كذلك نشوفوا نتكلم اليوم الناس الشاب خاصة الشباب الجزائري همه الوحيد عنده الشعب عنده ولا عنده الهم تاع يعني البحث عن كيس تاع الحليب، أما الشاب الجزائري فهمه الوحيد كيف يحرك. في حين أيام الحراك لما كانت خاصة في الأيام الأولى حتى الناس اللي كانوا في الخارج كانوا يعني عندهم الأمل باش يرجعوا ويساعدوا البلاد. احنا نشوف اليوم كل هذه الانتهاكات، والسيد جوجيل يقول ان يعني حقوق الانسان محترمه في الجزائر، يعني على اي اساس قال شيء؟ هل عنده معطيات او عنده الاخرى؟ ولكن هذا يدخل يعني نقول ان السلطه هي تفعل كل شيء كل في موسعها لحتى لا يتغير اي شيء. مصلحه السلطه او الهدف السلطه حاليا هو يعني البقاء في الحكم بغض النتائج، بغض يعني المستقبل ولا ما يعانيه الشعب الجزائري. اليوم وصلنا يعني المرحله الازمه الاجتماعيه تفاقمت، الازمه الاقتصاديه تفاقمت، الحرقه بالاخر. واليوم خاصه حتى واذا كان فيه تحسن طفيف في اسعار النفط، هذا ما لاش نشوفوه يعني في الواقع. معيشه الناس لم تتحسن، يعني الوضع كما يقول المثل، احنا نشوفوا الشرطه في كل مكان ولكن العداله. طيب ابقى معنا استاذ مصطفى عطوي لو سمحت. انضم الينا الان الاستاذ توفيق بالاعلى، المحامي عضو هيئه الدفاع المعتقلي الرأي. أستاذ توفيق بالأعلى ومحامي كريم طابو، أستاذ توفيق بالأعلى كنت أول من أعلن اعتقال كريم طابو، لو وضعتنا في صورة هذا الاعتقال وسببه. مساء الخير، تحياتي لكل مشاهدي قناتكم الكريمة. نعم يعني الخبر خبر أكيد، وهذا طبعا كان وهذا كان بعد اتصال السياسي كريم طابو بشخصي وأعلمني بقدوم رجال شرطة يعني بالزي المدني ومباشرة بعد أذان الإفطار، يعني حتى اختيار التوقيت كان هو عبارة عن رسالة من طرف السلطة. يعني حتى في يعني لو السلطة ما تدعيه وما تقول على أنها تحترم حقوق الإنسان، يعني حتى أبجديات حقوق الإنسان، حتى أبجديات الإجراءات القانونية المعمول بها لا تحترمها. إذن كما قلت الخبر كان بناء على أو بعد اتصال سياسي كريم طابو،
قدمت اليه مجموعه من 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 اعوان الشرطه القضائيه بشاطوناف، لم يتم اطلاقا ذكر السبب او تقديم اي وثيقه او امر من السلطه القضائيه، يعني فقط جاءوا الى المنزل لاعتقاله كالعادة، يعني كما 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 هو معمول به منذ سنوات، ليس فقط اليوم، يعني جل المعتقلين تم اعتقالهم بهذه الطريقة دون أي اعتبار لكرامة الإنسان أو لإنسانية الإنسان أو لإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن. إذن نحن نتأسف كثيرا، حتى وإن قالت السلطة وادعت على أنها ادعت بأنها تحترم حقوق الإنسان، ولكن مجلس حقوق الإنسان وجهاز القضاء وكل المؤسسات هي مجرد واجهة. الحقيقة أن هذا النظام نظام شمولي، نظام لا يعترف بأي إجراءات ولا أي عدالة ولا أي حقوق. يعني أنا أتساءل في الوقت الذي يتم الإفراج عن رموز العصابة وإفادتهم بأحكام بالبراءة وببطلان إجراءات المتابعة، يتم اعتقال الأحرار ويتم اعتقال المواطنين الذين كانوا سببا في إسقاط جزء من العصابة طبعا، اللي كانت يعني حاولت تتغير وحاولت تنقض الجزائر للأسف الشديد. ولكن هذا يدخل طبعا في خانة الانتقام من الحراكيين ومن كل صوت معارض نزيه وكل صوت يعني يريد التغيير حقيقة ولا يريد أن ينخرط في يعني أجندة السلطة ويدخل في سياستها. سياسة أقل ما يمكن أن يقول أنها سياسة سوف تؤدي بالجزائر إلى الهاوية. رغم كل ذلك يقمعون الجزائريين، يقمعون المواطنين، ولا يريدون إطلاقا أن يعني يفسحوا المجال لي ويحترموا حرية التعبير. يعني نتأسف مرة أخرى حتى الطريقة التي تم بها اعتقال السياسي كريم طابو، أقول أنها يعني طريقة حتى في ديننا الحنيف، الإنسان لما يكون يصلي، الإنسان لما يكون يفطر في رمضان، على الأقل تخليوه يفطر ولا تخليوه، يعني ربما 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 الاستعمار ما كانش يتصرف بهذا الطريقة للأسف الشديد. طيب كريم طابو، كنت تشير إلى القوانين الدولية. كريم طابو راسل الأمين العام للأمم المتحدة، حتى قوانين الأمم المتحدة المادة 71 تتحدث عن حق السياسيين في التعبير عن رأيهم السياسي، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تسمح بذلك، وانتقاد المؤسسات السياسية وبما فيها الجيش كما يقول القانون، يعني كما تقول المادة 71. أكيد أنه إذا عرفنا يعني طبيعة النظام وكيف يتصرف وكيف يعتبر الشعب، حين ذاك سوف نتأكد على أنه لا يؤمن بحرية التعبير ولا يؤمن بأي شيء. النظام الجزائري يعتبر الجزائر ملكية خاصة، والشعب هو جزء من تلك الملكية. يعني النظام الجزائري لا يريد ولا يريد أن يتقبل على أن هذا الشعب هو السيد، وأن الشعب هو عنصر أساسي في معادلة الحكم. الحكم للشعب والسلطة للشعب، هذه الأمور كلها وهذه المفاهيم لا يريد النظام أن يتقبلها ولا أن يحترمها. لذلك هو يتصرف بهذه الطريقة، يعترف لك بحرية التعبير التي يراها لا تشكل له خطر، يعترف لك بالحقوق التي لا يمكن عن طريق تلك الحقوق أن تنال بطبيعة الحال من النظام. يعني يفسح لك المجال فقط في يعني حتى لما ترى كيفية التعامل مع الأحداث وكيفية التعامل مع يعني المناسبات، ترى أن المناسبة التي توعي الشعب والتي يعني تسمح للشعب أن يعبر عن أفكاره وأن ينتقد وأن يطرح أمور جديدة يمنعها النظام. ولكن الأمور التي فيها احتفالات ومهرجانات وكل الأمور التي يعني تعمل على 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 تجهيل الشعب ولا وعلى تغييب الشعب، يسمح بها بل ويدعمها ويعني يصرف عنها عليها الأموال الطائلة. يعني النظام الجزائري لا يعترف بأي حقوق ولا يعترف بأي مواثيق دولية. إذا كان أنا أعتقد بل أجزم على أن الجزائريين يعني حتى منذ شهر جوان إلى يومنا هذا، كل المعتقلين، وأنا على اطلاع بصفتي محامي حراكيين المعتقلين الحراكيين، أتحدى أي كان سواء مجلس حقوق الإنسان أو كل من يدعي أن حقوق الإنسان محترمة في الجزائر، أتحداه
أن يأتي بأي دليل يدين هؤلاء المعتقلين ويعني يثبت على أنهم قد خارقوا القانون أو مسوا بالوحدة الوطنية أو مسوا بالجيش وما إلى غير ذلك. كل الاعتقالات، كل الأسباب كانت بناء على حرية التعبير، كانت بعد التصريح يعني بالتعبير عن أفكار أو تقديم أو طرح انتقادات للسلطة، وكل هذا يدخل طبعا في حرية حقوق التعبير وفي ممارسة يعني الطبيعية للحقوق المدنية والسياسية اللي تتكلم عليها العهود الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إذن كل تلك الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدنيا الدولية عفوا وحتى القانون الداخلي نفسه، يعني حتى الدستور يتكلم على حرية التعبير، يتكلم على حرية التظاهر، ولكن كل هذه الأمور ممنوعة في الجزائر. هل يمكن أن نعتبر إنسان اللي يقدم تصريح؟ يعني أنا نقول خاصة يعني حتى أن هذا الشيء لما النظام يعتقل إنسان وما يعطيلوش المبررات. طيب هل هذا الاعتقال بالمناسبة هناك من ربطه بزيارة كريم طابو إلى حجوط وعائلة حكيم دبازي رحمة الله عليه؟ أنا نقول أن السلطة لا يمكن لها إطلاقا أن تبرر سبب الاعتقال، خاصة وأنا كنت حاضرا يعني في الأخر. احنا رحنا من أجل تعزية أهل الفقيد، يعني إذا كان الإنسان يروح للجنازة باش يعزي ناس يعني يعتبر هذا جريمة، فأنا أقول على الجزائر السلام، لأنه سبب تواجده كان بمناسبة يعني جنازة المرحوم حكيم دبازي الذي مات هو نفسه وهو معتقل رأي، والذي توفي في ظروف غامضة وفي يعني في دون ذكر السبب حتى من السلطة نفسها، التي كان ينبغي بطبيعة الحال أن تنور الرأي العام وأن تكشف يعني عن أسباب الوفاة. إذا كان هذا مرتبط بحضور بالجنازة، فأنا أقول على أن على الجزائر السلام، أقول أن الشعب الجزائري في خطر وأن الجزائر في خطر وأن حقوق الإنسان يعني لا أقول أنها انتهكت وإنها منعدمة إطلاقا في الجزائر، لأنه إذا ربطنا وإذا السلطة على كل حال قامت باعتقال سياسي كريم طابو من أجل هذا السبب، أنا أقول أنه من الناحية القانونية إذا كانت السلطة تعترف بالقانون وإذا كانت تحترم القانون، من الناحية القانونية ليس هناك في هذا الفعل جريمة وليس هناك أي يعني فعل محظور من الناحية القانونية، خاصة وأن تواجده في الجنازة لم يكن بناء على لم يكن من أجل الاجتماع، لم يكن من أجل التظاهر، وإنما هو تشييع جثمان الفقيد الذي توفي في سجن القلعة. وأنت تظهر في الفيديو مع الأستاذ كريم طابو، أستاذ توفيق بالله، ونسمع مقطع بالمناسبة من زيارتك وزيارة كريم طابو لعائلة حكيم دبازي لتعزية عائلة حكيم دبازي. دور في حلقة بلا دوكا راهي في جامي الجزائر وصلت هذا الانبطاح في كل الميادين، حتى في على المستوى الخطابه السياسيه ما كانش. كي تسمع اي انسان يخاطب، عبر المخاطبه تاعو تعرف اسكو دايرين به علماء ولا دايرين به شعراء ولا دايرين به اجهزه امنيه. والحديث قياس، الحديث قياس، تسمع الخطاب وتعرف شكون اللي داير بالانسان اللي خاطب. دونك وصلنا للدرجه وين يا اخي قالوا لنا بلي راح نديروا اعاده بناء المؤسسات والامور، راح ومن بعد راكم درتوا رئيس ودرتوا دستور ودرتوا برلمان ودرتوا مجلس امه ودرتوا بلديه، واخرتها راهي الميزيريه، راهي المشاكل، راهي ما زالت بلادنا راهي تسير فيها مؤسسه امنيه اللي هي تقرر في كل شيء، اللي هي تدير كل شيء. دونك حنا كونترير، هذاك الشعار بناء دوله مدنيه، هذا هو المحتوى تاعو، هو بناء دوله تاع المؤسسات، بناء دوله يحكم فيها القانون، بناء دوله كل جميع الناس تخضع لقواعد اللعبه والقانون، ما كانش واحد يطلع فوق القانون. فهمت؟ تلقى مساكن بسطاء، الناس بسطاء خرجوا للحراك، والتهم واش متهم
التجمهر واسمه التحرير على التجمهر، تجمهر غير مسلح للمساس بالوحده الوطنيه والامن الدوله واحباط معنويات الجيش حال من بصح اكو كثير انا نشوفوا بلي الناس اللي نهبت، الناس اللي دمرت البلاد هذه او يديو في البراءه او يديو في الامور، وراهي شويه وديه راهي دخلنا في واحد المشاكل يعني واحد اخرى. تسمى راكم لعبتوا لعبه على الشعب، وهذا الشعب خرج بكل عفويه، خرج ما خرجوا طابو، ما خرجوا فلان، ما خرجوا فلان، خرجوا الضمير، باسكو وصل النظام بالبلاد هذه لدرجه وين خلاص تجاوزنا العلامات الصغرى، تجاوزنا العلامات الكبرى، تجاوزنا الفواحش ومشينا بعيد. إذن كان هذا كريم طابو خلال زيارة لعائلة حكيم دبازي لتعزية الراحل رحمة الله عليه. كريم طابو الذي تم اعتقاله اليوم، وبالمناسبة تم تنظيم اليوم في أمام مقر السفارة الجزائرية في باريس وقفة تضامنية مع الراحل حكيم دبازي ومعتقلي الرأي. حكيم دبازي Mais plutôt, on n'a plus besoin d'hommage. C'est plutôt rendre hommage aux gens qui luttent, à sa famille, à son épouse, à ses trois enfants. Eh bien, donc... Pouvoir assassin! Pouvoir assassin! Pouvoir assassin! Donc, كانت هذه وقفة أمام سفارة الجزائرية في باريس، ونسمع الآن خالة حكيم دبازي التي كانت حاضرة في هذه الوقفة. Je suis le seul garçon de ma grande sœur qui est dans une brûlure pas possible. Pourquoi pas possible? Parce qu'il n'a rien fait, rien. Il est comme nous tous. On a on relaie des publications Facebook, on dit des choses. Il a été du Hirak. Je pense qu'il y avait des milliers de jeunes Algériens qui sont sortis juste pour être libres, pour avoir cette liberté d'expression qui est si chère à nos cœurs. Mais je ne vais pas retenir trop la parole. En mémoire à mon neveu, en mémoire à sa famille, à ma sœur Aïma Haroka, à sa femme qui n'arrive même pas à être consolée, je vous demande tous de prier pour lui. En plus, je ne sais pas combien de temps en prison avant d'annoncer qu'il était mort. Il était mort seul, alors qu'il a une famille qui est autour de lui. Je vous remercie infiniment. إذن كانت هذه خالة حكيم دبازي في هذه الوقفة أمام السفارة الجزائرية في باريس. أستاذ زكريا بلحرش أعود إليك، يعني كريم طابو زار العائلة، وفيما يبدو ربما الرابط واضح، زار عائلة حكيم دبازي وكنا نسمع ما كان يقوله للتعزية، يعتقل اليوم مع الإفطار كما كان يقول أستاذ توفيق باللعلة. طبعا أكثر نحو 300 معتقل من معتقلي الحراك ما زالوا في السجن، بينهم 7 نساء، فيما جوجين يتحدث عن تبون الذي يحرص على حقوق الإنسان. أستاذ زكريا بلحرش هل أنت معنا؟ يبدو أن فقدنا الاتصال أستاذ زكريا، هل أنت معنا؟ نعم نعم. هل سمعت السؤال؟ إذا تصريحات كريم طابو هي في الحقيقة لا تشكل أي انتهاك وأي تجاوز. النظام في كل مرة عودنا على أنه حقق مكاسب كثيرة وحقق ما يسميه بالجزائر الجديدة، هذه الجزائر القوية. المفروض تصريحات كما كريم طابو هي لا تزعزع استقرار النظام الذي من جانب يتكلم ويقول بأنه قوي وأنه هذه الجزائر الجديدة دياله. الجزائر الجديدة المفروض تكون جزائر الحقوق والحريات، ماشي جزائر الانتهاكات والتجاوزات والاعتقالات واستغلال القضاء والاعتماد على السياسة لكل أمنه. تصريحات كريم طابو تصريحات سياسي أدلى برأيه
ولم يمس بأي شأن فيما يخص الأمن الوطني أو النظام العام أو الوحدة الوطنية حتى يتم اعتقاله. ما تعرض له كريم طابو هو ما تعرض له كل معتقلي الرأي. هم مواطنين جزائريين مهما كانوا نشطاء حقوقيين سياسيين إعلاميين أدلوا بتصريحاتهم برأيهم. في بعض الأحيان منهم من نشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو في جرائد، بعد ذلك يتم اعتقالهم وكل اعتقال تم بنفس الطريقة. فبعد ذلك يجدون أنفسهم رهن الحبس الاحتياطي، وبعد ذلك في محاكمات ويدانون من أجل أفعال تتعلق بحقوق دستورية. هذا فعلا مؤسف ونندد له، لكن في الواقع كذلك ما دام كاين فيه استحقاقات دولية حتى على المجتمع المدني الآن أن يفعل دوره، لأن كل الانتهاكات هي تمارس والمجتمع المدني مغيب. وعلاه؟ لأن الحقوق، الحق في التجمع، الحق في تكوين جمعيات، وهذه الحقوق الأساسية حتى الواحد يقدر ينشط ويناضل هي غير متوفرة، لكن على المجتمع المدني أن يرجع بقوة ويفتك هذه الحقوق. لاحظنا حتى في وقت بوتفليقة كان فيه نوع من يعني القبول بالنسبة للرأي الآخر والكلام في بعض الأحيان بحرية. هذا كل هذا اللي كان في وقت بوتفليقة، هذا ماشي بوتفليقة اللي ندو، هذا من هذا المناضلين والجمعيات والمجتمع المدني كان يناضل هذاك الوقت وفتك كل هذه الحقوق. فالمجتمع المدني عليه أن يرجع بقوة في هذا الشأن، وليس أن يندد فقط. هنا عند كاين استحقاقات دولية، عليه أن يفعل حقه في تقديم الشكاوى على مستوى الآليات الدولية، على مستوى المجالس الأممية، عليه أن يرافع دوليا في هذا الشأن، وليس أن يندد فقط بهذه الانتهاكات وهذه التجاوزات. فالمسؤولية اليوم كذلك ليس على النظام بل على عاتقنا جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا بلحرش، المحامي وناشط الحقوقي عضو الدفاع عن معتقلي الرأي والحراك. أستاذ توفيق بالعلى، سنحاول عاد إلينا الأستاذ توفيق بالعلى. أستاذ توفيق بالعلى، كيف قبل أن نودعك، توقعاتك الآن مع اعتقال كريم طابو، وكما كنت تشير دلالات اعتقاله في بيته مع الإفطار؟ أقول أنا أولا بصفتي كمواطن جزائري، ثانيا كمحامي هيئة الدفاع، أنا أطالب بالإطلاق الفوري للسياسي كريم طابو وبإطلاق كل سراح المعتقلين وكل سراح سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أي جريمة، لم يرتكبوا أي ذنب، لم يقترفوا يعني أي أو لم يقوموا بأي فعل محظور من الناحية القانونية. سبب اعتقالهم وسجنهم وإيداعهم المؤسسات العقابية كان بسبب إبدائهم لآرائهم، كان بسبب انتقادهم للسلطة هذا الحق وهذه الحرية معترف بها دوليا ومعترف بها حتى في القانون الداخلي. إذا نحن لن نسكت بطبيعة الحال على هذه التجاوزات الخطيرة التي ليس فقط سياسي كريم طابو وليس فقط السجناء الذين هم المؤسسة العقابية، ولكن كل جزائري مهدد بالاعتقال وكل جزائري مهدد بالانتهاكات يعني في حياته اليومية وحتى في أملاكه وحتى في يعني في حرياته التي لن يكون كإنسان، لن يكون إنسان إلا إذا مارس تمتع بحقوقه ومارس حرياته. إذا نحن لن نسكت على هذه بطبيعة الحال، ونندد بشدة ونطلب الإفراج الفوري وإطلاق سراحه على أساس أنه لم يرتكب أي جريمة، وليس هناك أي داع أو مبرر يمكن للسلطة أن تعتمد عليه وتستند عليه من أجل الإبقاء عليه والإبقاء على كافة سجناء الرأي الذين يعانون. وطبعا نحن قمنا بالدق ناقوس الخطر عدة مرات، هم يعانون يعني هم مسجونون في ظروف مأساوية ويعانون خاصة مع طول المدة التي استغرقتها. أكيد أن هذه التجاوزات تصب في خانة الانتقام من هؤلاء، لأنهم كانوا يعني قاموا بثورة سلمية
التي حاولت أن تغير النظام في الجزائر وحاولت أن تبني دولة قوية، دولة ديمقراطية، دولة الحقوق والحريات. يعني في دولة الحقوق والحريات لا يمكن أن تكون مثل هذه التجاوزات. على هذا الأساس أنا أقول أنه ينبغي إطلاق سراحه وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، ونحن طبعا سوف نتخذ كافة الإجراءات المعمول بها قانونا. شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق بالله على المحامي وعضو هيئة الدفاع المعتقلي الرأي ومحامي كريم طابو. أستاذ مصطفى عطوي معذرة أعود إليك الآن، كنا نناقش معك الجانب القانوني، اعتقالات المستمرة وكلام جوجيل عن تبون الذي يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان. جوجيل كذلك يقول أنه تبون يولي أهمية قصوى للعيش الكريم للمواطن. ماذا يقول الواقع؟ شوف الإشكال المطروح هو أننا ماناش عايشين في جزائر واحدة. ما يحس به السيد جوجيل وما يحس به المواطن ولا ما يحس به أنايا ولا واحد أخر ماشي كيف هو، ما هو عايش يعني في يعني بوحة، عايش يعني عنده ملذات الحياة. بغيت نقول لك واحد الفيلم سبارتاكوس لما قال له هذاك العبيد الاسكراب، قال له إذا مات المسؤول، إذا مات الحاكم فهو يفتقد لذة الحياة، أما الفقير لما يموت وش يخسر؟ يخسر الميزيرية. وبالتالي نحن ما كانش مقارنة بيننا وبين السيد جوجيل. الإشكال الآخر أنه المسؤول الجزائري لما يصبح في السلطة لا يرى أنه موجود في الحكم من أجل الوطن أو خدمة الوطن. هو يصبح يعتبر نفسه أن الوطن كامل في خدمته، في خدمة عائلته، في خدمة الزمرة تاعه. وبالتالي بوجيل ولا أي إنسان آخر لا يهم مصلحة الشعب ولا يهم مصلحة الوطن. لو كان يهم مصلحة الوطن في السن اللي راه وهو ما هوش طيب قادر على إعطاء يعني شيء إضافي إلى الجزائر، كان يستقيل ويروح يحج ويريح في بيته، لأنه ويخلي المكان لمن هو أفهم منه ومن هو أقل منه سنه. ولكن للأسف الشديد هذا يدخل يعني في ثقافة المسؤول الجزائري لما يكون هو في السلطة يتفرعن وما يبنيش حتى قضاء مستقل، لربما ليحصن نفسه ويحصن عائلته مرة أخرى، لربما من الغدوة يفقد هو المنصب فيصبح من يأتي في السلطة من بعده لربما ينتقم منه. وهذا يعني شكرا للأسف الشديد ما عندناش ناس يعني مهتمين بالشأن العام كما يجب الحال، وما همش دايرين مصلحة المواطن ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار. شكرا جزيلا لك مصطفى عطوي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. انضم إلينا الآن من مونريال عماد الخضارة، المدون والناشط السياسي. عماد الخضارة، مرة أخرى في العناوين الجزائر ومواضيع حقوق الإنسان من العناوين التي تنضاف اليوم اعتقال كريم طابو مع الإفطار في مشهد حقوقي قاتم، كما راسل كريم طابو الأمين العام للأمم المتحدة في مقابل السلطة، يقول الرجل الثاني في الدولة حسب الدستور جوجيل أنه تبون يولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والحقوق الفردية والجماعية، بينما 300 معتقل في السجن. توفي حكيم دبازي، كانت هناك وقفة اليوم في باريس دعم له، وكنا نسمع ما كانت تقوله بألم خالته، ومازال 300 في السجن في رمضان مع اقتراب العيد، بينهم 7 نساء بينهم فتيحة داودي التي تنقل عنها المحامية سيدة شكيرين بأنها الوحيدة، هي يتيمة ليس لها عائلة، شغلها الشاغل أنها كيف تدفع زكاة الفطر، بينما تبلغها المحامية بأن عليها لا تقلق على ذلك وأنها هي شخصيا ستتكفل بذلك. أي مشهد هذا في أجواء رمضان مع اقتراب العيد وهذا الظلم بين جزائريين المفروض يحقروا جزائريين آخرين؟
جمال وسلام لضيوفك ولكل المشاهدين المغربية وصحة عواشر كل الأمة الإسلامية إن شاء الله. والله المشهد أصبح أكثر من عبثي، يعني في تناقضات هذه السلطة قاعدة تتناقض مع نفسها ومع أعمالها، فرئيسها يكذب في كل خرجة إعلامية لدرجة أصبح يعني أصبحت الخرجات نتاعه وكأنها يعني جلسة باش الناس من بعد تولي تعمل عليها نكت وكذا. فالنظام هرم وأصبح يعني غوشيل هو الصورة الحقيقية يعني للنظام. يعني إذا كان شيء، إذا حابين يعني نمثلوا هذا النظام في شخص فغوشيل هو الأحسن يعني لتمثيل هذا النظام. نظام هرم، نظام لا يعرف حتى القراءة من ورقة، نظام غير شرعي لأنه غوشيل غير شرعي، حتى يعني في عائلته احنا نعرفوا انه محكوم عليه يعني بالخرف يعني ومحجور عليه من طرف واحد من اولاده. طيب ربما ليس لدينا هذه المعلومات لكي لا ندخل في القضايا الشخصية، ربما الافضل تجنبها، نبقى في النقاش السياسي لكي لا ربما نسقط في نفس الممارسات الإعلامية التي ننتقدها. تفضل. نتكلموا على حكم قضائي خارج عليه وقاعدين نقولوا يعني ما عندوش الأهلية باش يكون حاكم منصب ثاني منصب في الدولة يعني أو في الواجهة المدنية اللي راهم حاطينها. احنا رانا نتكلموا الآن على معتقلين قاعدين يموتوا على جال بوست فيسبوك. يعني العبثية وصلت لدرجة انه عدم الاحترام تاع الروح البشرية. نحن نتكلم على روح بشرية، إن شاء الله يا ربي تكتب كشهيد يعني خونا حاكم دبازي ربي يرحمه اللي نعزي عائلته عن طريقكم يعني عن طريق المغاربية. احنا نتكلموا على 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 نظام توفي واحد من المظلومين في أحد سجونه، لم يخرج حتى وكيل الجمهورية باش يتكلم مع الشعب ويقول له ها هي الحادثة، لم يخرج طبيب شرعي، لم نرى حتى تعليق من وزارة العدل، لم نرى من إدارة السجون، لم نرى يعني باش يقولونا بكل بساطة العبثية رانا ما نسمعوش بهذا الشعب، وبعد ذلك يخرج باش يقول لنا الرئيس يهتم بحقوق الإنسان. أي حقوق إنسان؟ حقوق الإنسان اللي في كلوب ديبا هذاك نعرفه أنه عنده حقوق وعنده حقوق يعني ملكية مش فقط شعبية. احنا نتكلموا على إنسان سياسي يمارس في السياسة أصبح لا يستطيع يمارس السياسة نتاعه اللي هو كريم طابو، اللي نطلب منهم ونحملهم المسؤولية إذا حصل له أي شيء. يعني نعرف أنه أمثال كريم طابو لا يساعدونهم، يعني كريم طابو بالنسبة لهم مطلوب حيا أو ميتا. فعندما يعود سياسي لا يستطيع أن يروح يوقف في جنازة كش ما بقى عن أي حقوق إنسان نتكلم احنا. وحتى الحقوق تاع الأكل وراحين ينحيوها لنا يعني في الجزائر. عيب كبير الشيء اللي قاعد يصرى، العبثية اللي قاعدة تسير بها الدولة، الكلام الناس كلها تعرف، وانت تشوف في الإعلام الأجنبي كله عارف وش قاعد يصرى. طيب بمناسبة الإعلام الأجنبي يبقى معنا عماد الخضارة وإلى صحيفة الجارديان البريطانية التي تتساءل لماذا يخاطر مسنون جزائريون في قوارب الموت للحرقة مع الشباب. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا عن سبب رغبة الكبار في السن وليس الشباب فقط في الجزائر في الحرقة بقوارب الموت إلى إسبانيا. وبحسب السلطات الإسبانية كما تنقل الجارديان
فقد وصل 10,000 جزائري على الأقل إلى الشواطئ الإسبانية بهذه الطريقة العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 20% عن العام الذي سبقه. عماد الخضارة، هذا التقرير في الجارديان، من تقارير عناوين صحف أخرى عن الحرقة في الجزائر. قبل أن نسمع رأيك، نسمع تبون في المقابل ما يقوله عن الحرقة والطريقة التي أثارت الكثير من السخرية التي اقترحها لمواجهة هذه الظاهرة. مش لأن الهيمة، أولا هي في بعض التصرفات، وأنا شخصيا تكلمت اللي حضروا معايا في النقاش مع السيد الوزير الأول رئيس المجلس الوزراء الإيطالي، أنا طالب منهم حاجة، طبقوا قوانينكم الداخلية بالنسبة للناس اللي دخلوا بصفة غير شرعية، هذا حقهم، ولكن الإهانة لا، ما تضربوا جزائري، ما تسبوه، ما تشتموه. حرق ما قبلتوش، يرجع كما يرجع، ونرجعوا حنا ما يعاودش يقطع البحر، لكن ما يتهانش. ولازم الناس تخمم، لازم شوف لما تكون ظاهرة اجتماعية مثل هذه في الدول المتقدمة، أول من يتولاها هي المخرجين السينمائيين، هي الناس تفهم ويوري والمصير تاع فلان وفلان وكذا، اللي حرق واللي ما حرقش، وهذه 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 وهذه. في بعض الأحيان أنا شخصيا باش نيأس ما نيأسش، ولكن أنا التشعب تاع الأسباب تخلي احنا نتمنى إن شاء الله الجزائر اللي بغينا نبنوها مع بعض، الجزائر الجديدة، تخلي الإنسان يحب يعيش في بلاده. ربما ما بين الحلول ما نضمنهاش 100%، ولكن نحاولوا أن تكون فيه اتفاقيات مع بعض الدول باش نبعث شباب يمشي يفوت أسبوع ولا أسبوعين في البلاصة الفلانية، ولا يشوف ويرجع مقتنع باللي بلاصته ماهيش ليه، بلاصته راه في بلاده. ممكن إجراءات أخرى، ممكن أطباء نفسانيين، ممكن هذه، ممكن هذه، ممكن مشكل صعب حقيقي، والحل تاعو أصعب، لأن قلت لك فيه تشعب نتاع أسباب الحركة. عماد الخضارة، ما رأيك؟ والله نذكرها جيدا هذه اللقطة، يعني نذكرها جيدا، ونعاود نرجع للكلمة اللي تقدر توصفها، وهي العبثية الحقيقية. عندما يصبح رئيس دولة يتكلم على الحل، أنه أعطاه، شوف الحل، الحلول اللي أعطاها، الحل قال لك نبعثوا الشبيبة تروح تزور باش تشوف الحقيقة، والامر الثاني نشوفوا لهم علماء نفس، يعني بسيكولوج، والامور الاخرى قال لك والله كذا والله كذا والله كذا والله كذا، يعني رئيس دولة. ربما قال بانه يهتم بها المخرجون السينمائيون. طبعا هو كان يتحدث عن الشباب. الجارديان الان تتساءل لماذا المسنون يختارون الحرقة الى اسبانيا بشكل خاص. نعم، المشكلة ماهيش المسنون، احنا اصبحنا نشوفوا النساء يهزوا اولادهم ويمشيوا، يعني حتى الاولاد شفنا لي بيبي، شفنا حتى الرضع يا استاذ جمال. هاد الناس انقطعوا عن الشعب، وعندما انقطعوا عن الشعب اصبحوا لا يعرفون، يعني الشعب عندهم يموت او لا يموت، فهو كيف. لما تشوف اللقطة الأخيرة ربما شفتها أنت يا أستاذ جمال، كيف المطاردة تاع لامارين لهذوك الشباب اللي يعني هربوهم من البر ولحقوهم للبحر باش يزدوا يقتلوهم، يعني في بالرصاص الحي، ويوصلونا شهادات، احنا شخصيا يوصلونا شهادات، يعني الناس تتكلم على في العمق تاع البحار، تتكلم على الفيميجان. لماذا الفيميجان؟ لماذا يضربون بالفيميجان؟ لأنهم يعرفوا أنهم يحملوا براميل البنزين، يعني والاحتراق يصبح يعني أكثر خطورة. فأنت تتكلم على نظام
والي وهران راح عمل صور يعني في منظر عبثي آخر يضحك. النظام على بال الآن حاليا مع المشكل اللي صار مع إسبانيا وهذا الصراع تاع الديكا اللي راهو مع إسبانيا بارتجالية متناسين يعني الجوانب اللي قادرة تقاس يعني الاقتصادية تاع الجزائريين. الأنبوب اللي بناته الجزائر بصوارب الجزائريين الآن تستغلوا إسبانيا باش تبعث به الغاز للمغرب. فكل هذا راح يخلي أوروبا تعرف أنه الجزائر قاعدة راح تعتمد على ابتزاز إسبانيا بهذا المشكل تاع الحراقة يعني وراح تطلق أكثر الحراقة. فعندما يصبح أعلى هرم في الدولة الحلول اللي يعطيها تصبح مضحكة، فما نستناوش أن الشبيبة تحبس الحرقة أو يحبسوها الشياب، خاصة وأن الحرقة يعني الحرقة حبست لمدة شهور بعد الحراك في 2019. فهذا يدل على أنه إذا حابين تحبسوا الحرقة هكا بهذه الطريقة فأرحلوا علينا كما قال لكم الشعب الجزائري، أرحلوا علينا كاع وخليونا. شكرا جزيلا لك عماد الاختاره، صحف ترك، صحورك المدون والناشط، كنت معنا عبر خدمه سكايب من مونريال. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. صحف تركم، صحوركم، لكل الخيرين مني ومن كل الفريق اجمل التحايا، الى اللقاء.